أما عن زيارة البابا فرانسيس لمصر في نهاية الشهر الجاري نقرأ عنها مقالين أولهما من صحيفة الشروق، ملامح البابا ضيف في مصر. هذا المقال بقلم الأب رفيق جريش بيقول فيه: توقع الكثيرون أن يلغي زيارته أو على الأقل يؤجلها بعد تفجيرات طنطا والإسكندرية، ولكن البابا فرانسيس بابا روما أصر على أن يأتي في ظل هذه الظروف، لأن رسالة البابا خليفة القديس بطرس أن يرعى ويقوي ويتضامن مع إخوته في الإنسانية كما طلب منه السيد المسيح. لم يتردد في العام الماضي كما يقول جريش في مقالي أن يذهب البابا إلى إفريقيا الوسطى حيث الحرب بين المسلمين والمسيحيين بسبب الأصول القبلية، بل دخل إلى المسجد واجتمع فيه بالجميع لوضع السلام. وزيارته لمصر هي رسالة سلام أيضا وتعزية وأمل ورجاء لكل المصريين، حيث سيلتقي بالرئيس السيسي وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني والكنيسة الكاثوليكية المحلية. هذه بعض ملامح البابا الجديد الذي يبدو عليه مصير الفقراء والمهمشين والضعفاء ليترجم الإنجيل إلى واقع معاش. هذا ما أشار إليه الأب رفيق جريش في حديثه عن زيارة البابا فرانسيس إلى مصر.